اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه خاصه جدا النهارده وبرنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه، سهوله، مرونه. بنساعد ست البيت، بنساعد كل ام عظيمه بتتابعنا وبتشوفنا تخش المطبخ تعمل اكلات بطريقه بسيطه وسهله وتسعد افراد اسرتها. النهارده جاي على بالي نعمل طاجن اللحمه بالبصل ودبس الرمان. اعتقد ان هي الاكله الاسم خفيف شويه، ولكن في تريكايه هنا. امتى نعرف دبس الرمان المعتق مع كرمله البصل والاثنين غنيين بالسكر؟ هنشوف الكلام ده مع بعض مع النار واللحمه بتاعتنا الكندوز اللي هي فيها نسبه دسامه شويه. معانا النهارده طبق مكرونه، كلنا بنعمل مكرونه بالوايت صوص، مكرونه بالبشاميل، مكرونه مع صوص بولونيز. النهارده المكرونه بتاعتي بالطماطم والزعتر. فيها تريكايه ازاي اقشر الطماطم واخلص من الجلده بتاعتها ومن القشره بتاعتها عشان الاطفال الحلوين اللي بيشاركوا السفره بتاعتنا. معانا طبق سلطه خضراء شكله جميل، في الوان مختلفه، فيتامين سي مش موجود غير في الاستفند والبرتقال وبس، لا بالعكس، موجود في الفلفله الملونه، موجود في كثير من الخضروات، علشان احنا محتاجين كمان فيتامين سي علشان يعلي المناعه بتاعتنا. الحلو بتاعنا النهارده عجينه الملفي، ازاي نعملها بالتفاح مع السكر البني والقرفه، والقرفه مفيده جدا للقلب عشان قلبنا يقوى. انا مش عايز اطول على حضراتكم، حلقتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه. خلينا نروح فاصل ونرجع، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا ايه تفاصيل الحلقه بتاعتي وخط سيرها ماشي ازاي. احنا طبعا عرضنا هنعمل ايه مع بعض النهارده، هنعمل طاجن اللحمه بالبصل والكراميل او بالبصل ودبس الرمان، ومعانا كمان سلطه غنيه بفيتامين سي تشكيله من الفلفله الملونه، مكرونه بالطماطم والزعتر لطيفه وجميله. هبدا طبعا اشتغل في اللحمه عشان هي دي عايزه وقت كبير على النار وفيها شويه شغل. مقادير طاجن اللحمه بالبصل ودبس الرمان. دبس الرمان له قيمه غذائيه عاليه جدا، وكمان البصل فوائده كتيره قوي، هو والثوم والجنزبيل الثلاثي الشائي للمطبخ ده، انا بسميه عصابه ارهابيه، بيقوي الدم وبيساعد على سريان الدم في الشرايين الدقيقه للجسم. معانا لحم كندوز مكعبات في دسامه شويه، معانا فلفل حار اذا عايزين حسب الرغبه، ومعانا بصل، ومعانا طماطم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل مع شويه حبهان وشويه قرفه ناعمين. مقادير بسيطة وسهلة. هنبدأ ازاي؟ الأول حاجة معانا اللحمة زي الفل، بناخدها زي ما هي كده بتقطعها، ممكن تجيبها من عند الجزار قطع كبيرة، بتجيبها بالشكل ده كده، هي ملبسة شوية فيها نسبة دهون، مفيش أي مشكلة، احنا مش هنستخدم هنا مادة دهنية خالص في التحمير، أنا أكتفي بس بالدهون اللي موجود فيها. حلة لازم تكون سخنة، ويقول لك اضرب الحديد وهو سخن. بالشكل ده كده وننزل بيها في قلب الطاسة، من غير أي حاجة، الصدمة النارية. ايه الصدمة النارية اللي بتقول عليها دي يا عم الشيف؟ بعمل عملية انسداد لأنسجة اللحمة علشان بعد كده تشرب وتاخد من الصوص اللي أنا هعمله. بالشكل ده كده، زي الفل يا عم الشيف. وأبدأ أجهز البصل والثوم بتاعنا اللي احنا هنقطعه مع بعض دلوقتي، القرن الفلفل ده أنا عايزه أخليه هنا كده. حلو أوي. معانا بصل، اللهم صل على النبي، بنقطعه مكعبات. في بصل موجود في السوق اللي هو الكويزات ده، ممكن نستخدمه عادي، والبصل يتقطع مكعبات بالشكل ده كده عشان يبان مع اللحمة. الطاجن ده بعد ما يستوي أنا بعمل له عجينة وبدخله الفرن، بيبقى لطيف وجميل، بيبقى معاه العيش محمص كده ونقدمه على السفرة بتاعتنا، تقدمي معاه مكرونة، تقدمي معاه طبق رز أبيض حسب رغبة أولادك وأسرتك. اللهم صل على النبي. البصل بتاعنا الجميل الحلو ده بيزين الاكله. حلو قوي. هنخلي البصل ده على جنب، مش هنزل بيه دلوقتي خالص،
ليه يا عم الشيف؟ علشان انا حريص ان البصل يبان في الطبق بتاعي وانا بقدمه. اللهم صل على النبي. ادي البصل اهوت، هتخليه كده ونحط عليه شويه البهارات بتوعنا. ايه بهاراتك يا عم الشيف هنا؟ شويه زعتر، شويه فلفل اسود، شويه حبهان مفرومين ناعمين زي الفل كده. اللهم صل على النبي. ادي الفلفل الاسود، وادي البابريكا، وادي شويه الزعتر، وننزل بيهم يا عم الشيف على البصلايه علشان نشيل الحراره بتاعتها وعينينا ما تدمعش في المطبخ. خش جوزك يلاقيه يمو وعك نازله، مالك يا حبيبتي؟ اعمل ايه؟ بعمل لك الاكله اللي بتحبها يا ابو احمد. ادي الزعتر زي الفل تمام. الملح امتى يا عم الشيف؟ مش دلوقتي خالص. بنقلب دول مع بعض. شفتوا بقى ازاي التركية؟ اهو معانا توم نسقطه كمان على البصلايه بالشكل ده كده زي الفل. اهو دي مش تاخد طماطم خالص، ممكن تاخد للامانه معلقه معجون طماطم، ودي برضو حسب الرغبه. واذا حطيت طماطم في الاكله اللطيفه ديت لازم تحط معلقه سكر. علل ولماذا؟ لان احنا لما بنحط السكر مع الطماطم او معجون الطماطم بيشيل الحموضه بتاعه الطماطم، فما يحصلش فيه حرقان هنا بعد ما ناكل الحاجه ونعملها حجه وايه ونقول انا تعبان من الاكل خالص. لازم تعرفوا ان الطماطم وصلصه الطماطم سواء بنستخدمها للبيتزا او في طاجن باميه او في ايا كان لازم نحط معلقه سكر علشان نتلاشى الحموضه. البصل هنا جاهزه اهي زي الفل، بخليها على جنب كده اهي. واللحمه نبص عليها كده اهو، ما حطيتش لا زيت يا عم الشيف ولا سمنه ولا خالص، انا عايز اكتفي بالدهون اللي موجوده في حته اللحمه اهي. ممكن نغطيها ما فيش اي مشكله اهو، بس يتغير لونها وتاخد الصدمه الناريه. ابدا انزل بالمكون اللي عندي اللي هو بصل وتوم مع البهارات بتاعتنا اللطيفه والجميله، والملح ده في الاخر خالص اهو اهو. هغطيها وانساها شويه عشان نخش على اللي بعده اهو. اللهم صل على النبي اهي زي الفل، دي خلصت خلاص. نخليها على نار شديده هنا كده اهو زي الفل تمام التمام زي الفل تمام. ايه اللي بعد كده يا عم الشيف؟ عندي طبق مكرونه، كلنا بنعمل المكرونه بطرق مختلفه. انا حابب النهارده مدرسه المكرونه للشيف المغازي، ان المكرونه هتستوي مع الصوص اللي انا هعمله. فكره عمل المبكبكه، المبكبكه ايه يا عم الشيف؟ فرصه نجاوب على السؤال ده. سواء بالفراخ او باللحمه، بنعصج اللحمه على النار او بالسوري بنسوي الطماطم مع لحمه او فراخ، وبعد ما بتغلي وبتستوي بتسقط المكرونه غلوه اتنين تلاته، دي المبكبكه. وليه سموها مبكبكه؟ عشان لازم تبكبك على النار مع اللحمه او الفراخ مع الطماطم. معانا حله على النار زي الفل اهي، معانا ميه بتغلي هتنقذنا ديت، تطلع معانا الاكله بسرعه. تليفوناتك فين يا غالي؟ نشيل دي من هنا كده. اللهم صل على النبي. نعلي النار دي شويه. اوبا 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 تمام. معانا كده حله، بنحط الماده الدهنيه اختياري، معلقه سمنه صغيره بما ان هي ما فيهاش لحمه ولا فراخ، بنستعين بمعلقه سمنه كده زي الفل تمام. كل اللي انا هعمله هحمر بصلايه ناعمه وفص توم حلو كده، مش هستنى عليهم لما ياخدوا لون. خلي بالك تحمير البصله والتومه مع طبق المكرونه بتختلف غير لما تعملي طاجن باميه او بتعمليها تخديعه. بالشكل ده كده نقلبهم نفس الخطوات اللي انا شغال بيها دي كده. فين الزعتر بتاعك يا عم الشيف؟ هينزل دلوقتي. الزعتر بتاعنا اللطيف ده ينزل مع البصلايه والتومه علشان برضو عينك ما تدمعش. دايما طبق المكرونه ده بيبقى بتاع الرجاله لما بيخشوا المطبخ، يفرد عضلاته بقى ويخش المطبخ يعمل مكرونه بالتونه، مكرونه بالوايت صوص، مكرونه بالسي فود، لانها سهله يعني. شايفين ادي التومه والبصله اللون اللطيف ده كده، وانزل يا عم الشيف بالمكرونه. ركزوا بس معايا عشان الموضوع هنا لطيف بجد. وحمر درسه ثانيه خالص يا عم، ده حله واحده كل ده. طب ليه يا شيف نزلت بالمكرونه مع البصله والتومه والزعتر؟ انا عايز المكرونه دي تشرب من التتبيله بتاعه البصله والتومه اهو، وبعدين انزل عليها ميه مغليه. خلص الطبق بتاعي. الله عليك الله عليك ومدرستك. نوسع كده شويه. مخرجنا الجميل اللي انا بحبه فاروق اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ركزوا معايا عشان الموضوع كبير هنا.
معلقه معجون طماطم. الله عليك الله عليك وعلى والديك. فين السكر يا عم الشيف؟ شويه سكر عشان الحموضه. اوبا 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 اه تمام زي الفل. شويه سكر كده. ليه يا عم الشيف السكر ده؟ علشان الحموضه بتاعت الطماطم. اقلب الصلصه كده اهو مع التومه والبصلايه تاخد لون في حله واحده. مش لازم ان احنا بقى نعمل غلبه في المطبخ والحوض يتملى على الفاضي. ميه بتغلي معايا اهي زي الفل، بسقطها هنا اهي. انا معرفش المطبخ سهل كده مغازي بجد، ده انا اخش اعمل المكرونه دي كل يوم. نقلب كده. اللهم صل على النبي. معانا اتصال من بورسعيد وابطال بورسعيد وشباب بورسعيد. مين يا غالي؟ عم محمد. حبيبي يا عمونا. حبيب والديك. اخبارك؟ امرني. يرحم والديك يا رب. امين يا رب العالمين. يعني نقول مثلا مكرونه بالجمبري ممكن. عينيا. مكرونه بالبورسعيديه عندهم الجمبري والسمك بتصدر للدنيا كلها. حبيبي 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 عينيا. حبيبي شويه شوربه برضو، شويه مكرونه بالسمك ماشي. نشكل برضو عم مغازي برضو. عينيا. يعني انت مش عاجبك المكرونه دي ولا يا محمد؟ لا انا المكرونه دي اذا عملت بالجمبري معناش ميزانيه للجمبري. عملت لا نعمل ميزانيه. اهو الاكل النهارده في متناول الجميع يا حاج. لا الجمبري رخيص. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يكرمك. ربنا يرحم والديك. شايفين البصلايه نزلت ازاي مع اللحمه؟ اهو زي الفل. خلص المطبخ يا عم الشيف. السيجمنت الاولاني لسه بنقول يا هادي وخلصت الحلقه. ايه الجمال ده؟ ليه المطبخ صعب عندنا احنا؟ اهو 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 بصل يتعرف على اللحم ونسيبه كده ايه من غير ميه زي كباب حله كده. يبدا البصل هنا يتكرمل وينزل الجوس بتاعه او الصلصه بتاعته او البهاريز بتاعه مع الجوس بتاع اللحمه، كله يتعرف مع بعضه وينسجم مع بعضه مع التتبيله الحلوه. اهو اهو دبس الرمان امتى؟ مش دلوقتي خالص. زي الفل. الملح امتى يا عم الشيف؟ مش دلوقتي. بتسلقي لحم، بتحمري لحم، ايا كان الملح بتخليه في الاخر خالص. ليه بقى؟ حلو قوي السؤال ده، لطيف وجميل يا فاروق. بيسال ليه الملح في الاخر؟ الملح لما نحطه في بدايه الاكله بتاعتي بتبدا الانسجه بتاعت اللحمه تشرب الملح، فما يظبطش معايا التست بتاع الملح. وعايز اقول معلومه ودي بترجع للخبره الطهويه. ايا كان البهارات اللي بتستخدميها في المطبخ وجبت اغلى انواع البهارات من الصين من الهند من مصر من اي مكان من عند اي عطار بتحطيها، ايه اللي بيبين نوعيه البهارات؟ حاضر. ايه اللي بيبين نوعيه البهارات بتاعتنا الجميله؟ هي تظبيطه الملح. بتبين لك طعم الفلفل، بتبين لك طعم القرفه، بتبين لك طعم الحبهان. من غير الملح الاكله ما بتظبطش، ولكن في كنترول وفي ميزان للملح بالذات. ناخد اتصال. مين من الحبايب؟ الو. الو يا ام احمد. ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا اختي. تحياتي لحضرتك وشي في البرنامج. امين يا رب. اشكرك يا ام احمد. تكلمينا منين يا ام احمد؟ بالجيزه. من الجيزه واهالي الجيزه وناس الجيزه الطيبين. اموريني. الله يخليك ما امرش عليك ظالم. انا ليا عند حضرتك بس سؤالين. خدام. بس قبل السؤالين ربنا يخليك يا رب ما امرش عليك ظالم. احنا المكرونه فعلا احيانا بنعمل معاها فراخ، بنعمل معاها كبده، بنعمل بنتعلم من حضرتك. الله يبارك. بس والله يا شيخ انت عارف انا احيانا يا شيخ والله بعمل شويه المكرونه وشويه بطاطس محمره وطبق سلطه خضراء. نعمه من ايدك شربات. الله يخليك. ده في الوقت الظروف اللي هي كده يعني الواحد مش عندوش فراخ ما عندوش كده بيعمل شويه بطاطس محمره وبيتقبض. المطبخ مش لازم فراخ ولحمه يا اختي. ايوه احنا فاهمين الموضوع غلط. بالعكس. ايوه ايوه اتفضلي حضرتك كلامك صحيح والله. انت عارف يا شيف انا اكلتي يعني انا باكل اكتر في المسقعه في البشاره في المكرونه في الحاجات اللي هي دي. مظبوط. طيب انا ليا عند حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول عايزه من حضرتك طريقه عمل البسيسه. طريقه عمل البسيسه. ايوه. عينيا. السؤال الثاني حضرتك بالنسبه للحمام يعني مطلوب مني ان انا اعمله. فانا لما بجيبه ساعات ببقى مش قادر اعمله في نفس اليوم، هل ممكن اغسله واشيله ثاني يوم او ثالث يوم اطلعه واسويه واحشيه وكده ينفع؟ عشان انا ما شلتش حمام ني في الفريزر قبل كده. واحده واحده عليا، حضرتك مطلوب منك تعملي الحمام، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يزيدك. عايزه تعمليه ازاي ولا عايزه تشرحي الطريقه اللي بتعمليها؟ لا حضرتك انا عارفه بعمله ازاي، انا متعوده بشيل الفراخ والحاجات التانيه في الفريزر، انا ما جبتش حمام ابدا وشلته في الفريزر وهو ني ولا وهو مستوي. حلو. فهل ينفع اشيله في الفريزر بعدها بيومين او ثلاثه يعني افكره عادي؟ عادي. الطيور عادي بتحفظها. يعني
مفيش اي مشكله. وممكن لو جبته وحشيته ويتشال يقعد يومين محشي وهو مستوي عادي يا اختي زي الفل عادي. طب شويه كده ممكن تحشي الحمام وتشيليه في الفريزر عادي وتطلعيه تحطيه في بوكيه جرنيه وتسويه زي الفل. السؤال الثاني متشكره قوي حضرتك، عامل بكيسه وبشكرك وبشكر وحشه البرنامج. كل حاجه الام بتعملها من ايديها شربات، الميه بتنزل من الحنفيه شربات، عارفين ليه؟ لان السعاده والبهجه مفاتيحها في جيبك، مش هتدوري عليهم، بس حط ايدك على جيبك كده اللي هو الحب، خش المطبخ كل حاجه زي الفل. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل طاجن اللحمه بالبصل مع دبس الرمان، في تركايه لازم نتابعها مع الشيف، عامل شويه مكرونه بالطماطم جامدين جدا في حله واحده مش فيش غلبه، وهنشوف ازاي الطماطم الجميله مع المكرونه، معانا سلطه جميله للاطفال الحلوين، معانا الحلو النهارده يقوي قلب، ايه هو؟ تفاح وقرفه مع سكر بني وعجينه ملفي، اوعى تروحوا بيت، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تركاية الطماطم، معانا أطفال حلوين على السفرة، معانا كبار السن الخير والبركة، من غيرهم ولا حاجة، لازم نقشر الطماطم دي. نقشر الطماطم دي ازاي يا شيف مغازي؟ عند مية بتغلي على النار، بنحط فيها ذرة ملح صغيرة، بناخد الطماطماية شرطة 2-3 زي ما أنت عايزة، بنحطها في المية لمدة 3 دقايق، بنطلعها من المية وهي مغلية، بتنزل في مية ساعة، بيبقى لونها جميل، بتلاقي القشرة طلعت لوحدها وفصلت من اللحم بتاع الطماطم. تبقى معايا بالشكل ده كده، ده طبق المكرونه بتاعي اهو، نبص عليه كده، مخرجنا الجميل يوعدك بزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ادي المكرونه بتاعتي جاهزه اهي اهي، استوت يا عم الشيف، ايه الجمال وايه الدلع ده؟ ناخد الطماطم الحلوه دي كده بعد التقطيع الحلوه دي كده وننزل بيها كده على المكرونه. اصبح ان طبق المكرونه ده هرم غذائي، على البروتين موجود في السمنه البلدي اللي حمرت البصلة والتومة، نشويات وكربوهيدرات موجودة في المكرونة، الطماطم غنية عن السؤال وغنية عن الإجابة، كل المعادن وكل القيمة الغذائية اللي موجودة فيها. بهاراتك بقى ملح وفلفل وزعتر، ده موضوع إيه زي الفل. واسيبها على النار يا عم الشيف، ويبقى أنا كده إيه، المية بتاعت المكرونة شاركت في تسوية المكرونة وزي الفل خلاص، بسيبها على النار تغلي. نيجي للحمة بتاعتنا نكمل قصتها، بصل توم حمرناه في البدايه قلبناه مع بعض الاول خالص، بعدين خدنا اللحمه صدمه ناريه، حطيت طبعا فلفل بالشكل ده كده، جوزي بيحب الحار، ضيوف النهارده بيحبوا الحار زي الفل كده، ظبطنا الملح والفلفل في البدايه خالص. نجيب الطاجن بتاع التقديم، معانا اتصال يا ابو ياسر، ازيك حبيبي؟ يا ابو ياسر غربيه طنطا بلدي واحب اعيش في بلدي حبيبي يا ريس، حبيبي عمرني يا غالي، الله يخليك عمر. بقول لحضرتك بالنسبه للاكل اللي حضرتك بتقوله ده، المكرونه دوت ممكن اللي عنده السكر بياكل منه ولا ايه؟ طبعا اللي انا عامله ده تاكل منه عادي خالص، بالف انا وشفا، اظبط بس الملح وعيار الملح، يعني ما يجراش حاجه لو اكلت مكرونه عادي يا فندم، ولازم تستشير دكتورك طبعا، ولازم حسب نسبه السكر الموجوده عندك، دي نسب والسكر ده مرض الاغنياء والملوك والعظماء، يعني ما تسموش مرض، ده ربنا يشفيك عادي خالص. نسبه السكر خفيفه، تاكل اللي انت عايزه يا غالي، برضو تستشير الدكتور بتاعك. تمام يا دكتور، حبيبي يا غالي، ربنا يرضى عليك ويشفيك. تعالوا مع بعض نشوف عجينه الملفي معايا، اعمل حلو بالتفاح مع القرفه والسكر البني. ما عندكيش سكر بني وغالي ومش موجود في الحته اللي انت قاعده فيها ساكنه فيها، بتجيبوا سكر عادي بتاع الشاي بتاع التموين اللي بناخده ببلاش، بتحط عليه معلقه عسل اسود بقى سكر بني. حلو الكلام، اقول تاني، بتجيبوا سكر التموين وناخده نحط عليه معلقه كوبايه السكر اللي هي زي الفل من الكيس، بتحط عليها معلقه عسل اسود بقى سكر بني،
خلاص لخصنا الموضوع ده علشان ما نوقفش قدام الاكله وما فيش سكر بني يا عم الشيف، اعمل ايه واجيب منين؟ مش عايز الجو ده. ما جبتش الحته دي يا فاروق، ما جيب فيش سكر بني يا شيف، اجيب منين واعمل ايه؟ ده مهم جدا على فكره. تعالوا مع بعض نعمل الحلو بتاعنا. حلو، بنجيب عجينه الملفي، نشوف مقاديره على الشاشه يا شباب بعد اذنكم. مقادير الحلو، عجينه ملفي موجوده في اي سوبر ماركت، في منها الطبقات هم 10 قطع فوق بعض. بنجيب العجينه اللطيفه الجميله بتفك، ما تحطهاش في الميكرويف عشان ما تبص منك، وبعد كده بنرصها في الصينيه بالشكل اللطيف. معايا تفاح اخضر احمر زي ما انت حابه، ولكن الافضل يكون اخضر. بيتقشر، بنحطه على النار نسبه ميه قليله جدا عشان ما نصفوش من الميه، بياخد عصره ليمون، بياخد شويه سكر بني، بياخد كمان يا عم الشيف شويه قرفه. معانا بالشكل ده كده اهو، حلو الكلام. ده التفاح بتاعنا. هننزل بالسكر البني عليه شويه كده ونقلبه. انا عايز احط الحلو ده في النار. الدنيا هوس ليه؟ فين التليفونات يا شباب؟ انتوا عارفين الشيف المغازى بيحب الجو الحلو. صباح الخير، ما بحبش جو الهدوء ده خالص انا. معانا التفاح مع القرفه والسكر اهو. ناخد التفاح ده يا عم الشيف اهو، نسقطه كده في نص العجينه اهو، بنحط طبقه فوق الثانيه وبنقطعها من النص بقطعه الفطاير اهو اهو. حلو وسهل جدا، ولكن قيمته الغذائيه عاليه جدا اهو. تفاح، سكر بني، قرفه ناعمه، واحنا عارفين التفاح بيحب القرفه والقرفه بتحب التفاح، في صله قرابه بينهم اهو. عملت انا دلوقتي 4، نشوف الاثنين دول عملناهم هنعملهم ازاي. باخد العجينه دي كده وانا شغال اهو، دي عجينه الملفي، اعمل لك واحده كده عشان تاخدي بالك، واجي في النص كده واقطعها كده اهو. حلو، الموضوع لذيذ وخفيف زي الفل. معلش، معانا ايه من الجيزه. يا ايه ازيك؟ ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل. كويس يا شيخ؟ الحمد لله نعمه. الحمد لله. عايز اعرف بس، انا عايز اعمل البط، اعمله ازاي؟ عايزه تعملي البط؟ الو، ايوه انا عايز اعرف اعمل البط، مش عارفه. عندك بطايه يعني؟ وزنها كام يا ست الكل؟ يعني 3 كيلو. حلو، دي 3 كيلو دقت في الفرن ساعتين. هنمسك البطايه دي ننيمها في صينيه ونديها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، مع معلقه سكر كده ومعلقه سمنه بلدي او معلقه عسل مع معلقه سمنه بلدي وشويه قرفه مع بشره برتقال، ونمسك البطايه دي نعمل لها مساج من تحت وفوق. يا بختك يا بطايه. وبعدين نحطها في الصينيه مع شيشاه من الميه. حلو شيشاه ده، يعني شويه ميه صغيرين، وندخلها الفرن يا اختي بعد ما نغطيها ورقه زبده ورقه فويل عليها وندخلها الفرن. البطايه اللي وزنها 3 ساعات بتاخد معانا الطايم ساعتين، تطلع البطايه لونها برونزي جميل، تقول عايشه في اوروبا. بعد كده بنسيحها نقطعها ونقدمها بألف هنا وشفا، يا اما مع شعريه، يا اما نقدمها مع شيخ الرز باللحمه المفرومه كده لطيف وجميل، يا اما ان احنا ممكن نقدمها رستو عاديه خالص مع الصوص بتاعنا الحلو اللي نزل منها. انا بمسك العجينه بالشكل ده كده اهو، اللهم صل على النبي. تاني خطوات الحلقه، اللحمه على النار مش قلقان بيستوي، المكرونه بتاعتي خلاص بتناديني، والعجينه دي هدخلها الفرن دلوقتي. شفنا رصيناها مع بعض ازاي، حلو قوي. بفرتهم في صينيه كده وادخل عجينه الملفي في الفرن موضوع لطيف وجميل وسهل، كانك بتعملي كوبايه شاي ودخلت كده تفاجئ اولادك واسرتك. احنا ايام المذاكره دلوقتي، اولادنا قاعدين بيذاكروا، ايه المشكله لما اخش عليه الاوضه كده وقاعد بيذاكر مع فطيره من ديت مع كوبايه حليب دافيه زي الفل بألف هنا وشفا؟ يبقى انا كده كسبت ان ابني استفاد، وفي نفس الوقت كمان قيمه غذائيه عاليه جدا. هبدا ادخل العجينه بتاعتي مع التفاح. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، اللهم صل على النبي. ايه المطلوب من الفرن هنا يا عم الشيف؟ المطلوب من الفرن هنا العجينه بتستوي معانا والتفاح بيتكرمل مع السكر البني اللي احنا حطيناه وبألف هنا وشفا. نرجع للحمة بتاعتنا نكمل الحكاية بتاعتنا. ادي الطاجن، اللهم صل على النبي، واللحم هنا خلاص جاهز بالشكل ده كده اهو. نظبط الملح. راجب حوش صاحبك عني يا عم راجب. يا حبيب الشعب، حبيب والديك. خلي بالك، لو عملت مكرونة باللحمة، لو عملتها بالسمك، لو عملتها بالتونة، لو عملتها بالفراخ، تسلم يدك يا عم الشيف. الله يبارك لك يا طيب. معاك فريق اعداد محترم، معاك هندسه واخراج واعداد ودنيا. قول معايا فرسان التلفزيون المصري. والله تسلم يدك. قول فرسان التلفزيون المصري حبيبي من فلفله.
ببعت حياتي من الصعيد لفخامة رئيس الجمهورية. الله يبارك لك. أحسن رئيس جمهورية شفته في حياتي. الله يبارك لك. الله يبارك. نظر للصعيد ونظر لكله والله. ادعي له يا عم رجب ربنا يوفقه ويعين على الشعب. ربنا يطولنا في عمره ويخليه لمصر ولشعب مصر. العالم بيحسدنا عليه والله العظيم. والله العظيم الراجل ده بيعمل حاجات لعيال عيالنا يا عم الشيف. الله يبارك لك. الله يديك الصحة. أشكرك يا غالي. ده أنا هجيب لك اللحمة دي والمكرونة دي ونيجي ناكل سوا مع بعض. جاهز الطبلية اللي بتلم كل الأسرة المصرية. تعالوا مع بعض نشوف اللحم الكويزات المكعبات يعني مع بصل مع فلفل مع تتبيلة بسيطة وسهلة عشان تبان شخصية اللحم. يا إما كندوز يا إما ضاني وبالشكل ده كده. هتعمل إيه يا عم الشيف؟ بقى الجديد هنا؟ حلو احنا مع بعض اهو نصبر على رزقنا شويه عشان ربنا يكرمنا. ورقه الفويل دي معانا كده. اصبر يا فاروق انت مستعجل على رزقك ليه؟ بيقول لي هو انت ضغطت اللحمه في فويل؟ ما ينفعش اغطيها في فويل خالص، لازم احط ورقه زبده، بس انا مش هغطيها يا غالي. انا بلعب يعني بتسلى. حلو. واللحمه مستويه عندي، باخد العيش ده كده، اللهم صل على النبي. ركزوا معايا عشان الموضوع هنا لطيف وجميل وفيه خبرة طهوية، خبرة السنين بقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. لسه ما خلصتش. طبعا دبس الرمان حطيناه، خد غلوة مع اللحمة، والعيش ده كده برصه بالشكل ده كده اهو. عينيا. يعني 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 وبعمل ايه يا عم الشيف؟ الخرام دي كده. اصبر على رزقك، انا عايزك ايه تشوف لي الاخر الموضوع هيتم ازاي. عندي دبس الرمان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا شيف، لما تشتغل بمزاج والله كل يوم بمزاج. انتوا بس قولوا لنا كلمه حلوه هتلاقوا الدنيا زي الفل والحياه حلوه. ناخد ورقه الفويل دي يا عم الشيف زي ما هي كده. اوبا 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 اوبا، الله يرحم والديك. حزمتها اهو زي الفل. دي طلعت قصيره شويه. نقوم نعمل ايه؟ وده وارد يحصل معاكي في المطبخ اقسم بالله زي ما حصل معايا اهو. ما توقفيش بقى وتقولي يا ويلي اعمل ايه. لا لا، الموضوع الطف وابسط من كده ما فيش. زي ما هي كده وامسك دي كده واصله. الله يرحم والديك يا عم الشيف. واجي كده نفس الموضوع واكمل اللي انا ما عرفتش اكمله. وادخلها الفرن يا عم الشيف بالشكل ده كده. ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف؟ المطلوب من الفرن هيسوي لي العيش ده ودبس الرمان ده يستوي وينزل مع الخبزه بتاعتي. معانا مين يا غالي؟ يا ام صلاح. ايوه يا شيف، عامل ايه؟ شفت تاجد اللحمه ده يا ام صلاح؟ تسلم ايديك يا شيف، والله يا حاجه يعني نفسنا. انا فايمه ونفسي كده اجي افطر معاك النهارده. ربنا يخليلك صلاح. الله يبارك لك، ربنا يسعدك يا رب. تسلم ايديك. تسلم ايديك. الله يسلمك. انا عندي 64 سنه بس انا بحب الاكل. بتحبيني يا حاجه؟ سلفني ضحكتك، ايه الجمال ده؟ 64 سنه والضحكه الحلوه ديت. أنا بحب الأكل يا شيف، بحب الأكل قوي. والدنيا بتحبك والله العظيم. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ربنا يسعدك يا شيف، ربنا يسعدك. عايز بالضحكة الحلوة دي والطاقة والسعادة والبهجة، قولي تحيا مصر. تحيا مصر ألف مليون مرة. يسلم فمك، أشكرك يا أختي. تعالوا مع بعض نشوف الشيف بيكمل إيه. طيب اللحم دخل النار مع العجينة. عايز تطلع فاصل؟ عينيا نطلع فاصل، زعلان ليه؟ هنطلع فاصل صغير ولكن بعد الفاصل ما تروحوش بعيد لان معانا طبق مكرونه بينادينا، شرب الطماطم وشرب التتبيله، معانا لحم في الفرن، معانا حلو بالتفاح والقرفه جامد جدا، ومعانا سلطه هنكملها مع بعض. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه الجمال ده؟ فين الميه بتاعت المكرونه؟ خلاص طماطم فين؟ دابت مع المكرونه اهي، مكرونه زي الفل واخده تسويتها تمام التمام. في بقى هنا تجويد في الموضوع، عندنا زيتون بما ان طماطم متقشره مدرسه البيتزا، ده زيتون شرايح اهو، تخلي بالك البذر بتاع الزيتون لا يكون كده علشان الاطفال الحلوين وكبار السن. عندك بقدونس، لا يا غالي الشبت بريء من الاكله ديت، الشبت ده حرامي، الشبت خالص بره الاكله ديت، لو حطينا شبت ودانا سكه تانيه ومدرسه تانيه خالص. اه بتغير شكل المكرونه، اخدها مع فرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين حبايبي. اه اللهم صل على النبي. طبق مكرونه اعتقد ان تكلفته 3 تعريفه، لما بقول 3 تعريفه ما تاخذونيش يعني، يعني مش مكلف. قيمته الغذائيه عاليه جدا، في الزيتون قيمه غذائيه، في الكربوهيدرات، في الطماطم، في البروتين. هو انت لازم البروتين لازم تشوف لحمه وفراخ يا فاروق، البروتين في السمنه البلدي، البروتين ده موجود في السمنه البلدي فده اصبح فيها بروتين. اصل بقول البروتين بيقول لي فين الفراخ واللحم، بتضحك علينا ولا ايه؟ لسه ما خلصتش، هنبص على اللحمه دلوقتي. حاضر يا غالي، عينيا. في اطفال حلوين على السفره بيشاركونا، ايه المشكله لو حطينا لهم شويه جبنه اختياري، جبنه رومي، جبنه شيدر حسب الرغبه. اهو خلص الكلام. هعمل لحضراتكم دلوقتي طبق سلطه سريع، كل حاجه متقطعه. يا بخت كشيف معاك مساعدين شطار. اهو معانا فلفله ملونه اهي، معانا ذره صفراء الاطفال بيحبوها، والفلفله الملونه غنيه في فيتامين سي. المقادير على الشاشه يا شباب جوها لنا بعد اذنكم. الفلفل الاصفر ده، وعلى فكره عايز اقول لحضراتكم على حاجه، الوان الفلفل وخاصه البرتقاني بيفتح الشهيه، يعني نفسه مقفوله يبص للفلفل البرتقاني ده 3 دقايق هياكل خروف. نجيب طبق التقديم. نعم نحط لها مايونيز طبعا، ادي مايونيز، ونحط لها شويه جبنه كمان، ايه رايك؟ اهو حلو قوي، نقلبها كده بمعلقه. نعم وادي الزبادي المايونيز، عينيا اهو، ونقلبها. عصره ليمون، ياني ياني ياني، الليمون فيتامين سي، ومعانا شويه زيت زيتون زي الفل، الملح كنترول، اطفال ما بيحبوش الملح. دلعنا السلطه دي يا فاروق الله يوفقك. اهو شفت بقى ده كله مزيج واحد، المايونيز بيجمع كل ده في طبق واحد. انا هطلع الاكل من الفرن بس ما تقلقوش يا اخوانا، الشباب وقتنا معانا لغايه لما ربنا يكرمنا ان شاء الله وقت البرنامج ده يتظبط. هناخد الخضره دي كده ايه الجمال ده؟ شوف فيها كل حاجه، فيتامين سي فيها، بروتين فيها، عينيا يا غالي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ خلي الطبق ده كده في قسم السلطات. تعالوا مع بعض نطلع اللي في الفرن مع بعض كده واحده واحده. اول حاجه اللحمه، اللهم صل على النبي. خش الفرن وبقلب جامد يا فاروق ما تخافش، وجيب لي العجينه دي اللي الشيف عملها مع دبس الرمان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على رسول الله. خليها هنا. شايفين الكرمله بتاعت دبس الرمان مع الخبزه المقرمشه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ونطلع الملفي بتاعنا. نطلع الملفي بتاعنا زي الفل، نغرفه كده مع بعض بسرعه. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتعملي الاكله اللطيفه اللي انا بعملها دلوقتي خاصه الحلو، حط في الاعتبار ان الاطفال بيحبوها. هنشيلها كده مع بعض ممكن تخلص الحلقه وتنهي الحلقه وانا شغال يا غالي لو انت مستعجل. عملنا النهارده ببساطه سهوله مرونه اكله امي، ما كلفتناش كتير ولكن كلفنا فكر وابداع، والفكر والابداع له قيمه ما تتقدرش طبعا. عملناها طبعا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وعملنا طبق مكرونه ببساطه سهوله مرونه قدرت استفيد
بمية المكرونة الجميلة الحلوة، وعملنا طاجن لحمة بالبصل لطيف وجميل. الأطفال الحلوين النصيب الأكبر من السفرة إذا كان طبق المكرونة أو السلطة الغنية بفيتامين سي، علشان هم في العادة مش بيشربوا عصير برتقال كتير، ولكن مهم جدا إن احنا نختار احنا بناكل ايه ونشوف ايه القيمة الغذائية اللي موجودة في الأكل بتاعنا. رؤية فن إبداع بتشوفه يومي الخميس والجمعة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ مين ماس بيرو؟